طنجة نيوز تتمنى لكم رمضانا مباركا سعيدا. رجع الله يخليك. ياك كتشدو تزومي وعلاش كتجيو لي تسدو الطريق؟ رجع اللوريك فيها الزوم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا اليوم حاضرة طنجة الفيحاء كانت على موعد مع إحياء وتخليد الذكرى 75 ديال الزيارة التاريخية زيارة المغفور محمد الخامس إلى طنجة في 9 أبريل 1947 وهي واحد الموعد تاريخي كبير عنده دلالات عميقة وأبعاد ومقاصد غنية استحضارها في مثل هذه المناسبة ديال ذكرى. هذه الزيارة التاريخية كانت يعني زيارة ديال المخولة محمد الخامس للتأكيد على مطلب ديال الاستقلال اللي كان جا في الوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944، وكانت أيضا إشارة قوية وإيدانا بوحدة المغرب شماله بجنوبه وشرقه بغربه. فعمل صاحب الجلالة وأثر على هذه الزيارة التاريخية بالرغم من المحاولات اللي قامت بها السلطات ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية وخاصة في الدار البيضاء عندما ارتكبت واحد المجزرة رهيبة في الأحياء ديال الشعبية ديال الدار البيضاء، الدرب الكبير في رحبة، في طريق مليونة، في كبر السلطان، في بنمسيك، وكانت فيها واحد الأعداد ديال الشهداء وديال الضحايا. أرادت بذلك هذه السلطة ديال الإقامة العامة للحماية الفرنسية أن تحول دون قيام جلالته بهذه الزيارة، ولكن كان العزم ديالو قوي وأكيد وتشبت بهذا الالتزام بالزيارة لأنه كيعتبر بأن عندها واحد الهدف للمغاربة كلهم الشعب المغربي كله كان كينتظرو وهو الاستقلال ديال الوطن والوحدة ديالو والدفاع على المقدسات والثوابت الوطنية.